كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة ودائما نتذكر عيد تحرير سينا احنا السنة دي بنحتفل بعيد تحرير سينا التسعة وتلاتين حاجة مهمة جدا ان احنا ننتقل من جيل لجيل ويبقى عنده وعي ويفهم اللي حصل في بلده وقد ايه القوات المسلحة المصرية قامت بواجب وطني واستشهاد الكثير من المصريين عشان ارضنا ترجع تاني وانجاز كبير جدا في حرب الاستنزاف بعد 67 وبعد كده وصولا لحرب 73 وانتصارنا وبعد كده مفاوضات وبعد كده سلام وكان ديفيد وبعد كده خروج اخر جندي من ارض سينا 1982 اللي هو اليوم 25 ابريل اللي هو كان امبارح حضراتكم عشان كده احنا بنحتفل بهذا اليوم وبعد كده التحكيم لطابه ورجوع حبيبتنا سينا لبلدنا تاني الكثير والكثير من المعلومات في الماضي والحاضر وان شاء الله المستقبل مع ضيفي سياده اللواء محمد الشهاب مستشار كليه القاده والاركان كل سنه وحضرتك طيب يا فندم وسعيد بلقاء سيادتك المره دي اهلا بيك يا استاذ اشرف والساده المشاهدين فخامه السيد الرئيس فتاح السيسي القى كلمه بمناسبه هذا الاحتفال ال39 لتحرير سينا ملحمة استرداد الارض تخطط كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر الياس والاحباط من اجل استرداد الكرامه عسكريا وسياسيا فلم تكن ابدا الحرب غايه مصر بل كان السلام هو الهدف الاسمى والغايه الكبرى. تعليق حضرتك هو طبعا الذكرى ال 39 لعيد تحرير سيناء سيناء اللي هي البقعه الغاليه على قلب وعقل كل مصري لأن هذه البقعة صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد, سواعد أبنائها ودماء شهدائها وبالتالي الرئيس اليوم بيقول أن الأمة عبرت من خنادق اليأس إلى شواطئ الأمل والرجاء فعلا لأن مصر والجيش المصري والمقاتل المصري استعاد الكرامة استعاد الأرض استعاد العرض وبالتالي تعتبر وسام على صدر كل مصري بل وأيضا كل عربي لأنها أعادت الثقة اللي كانت مفقودة نتيجة حرب وهزيمة 67 وخلال ست سنوات تم هيكلة القوات المسلحة واستعواض جل الأسلحة والمعدات اللي موجودة وحضرب مثال صغير على ذلك وهو في يوم 6 أكتوبر وفي الضربة الجوية التي كانت افتتاحية لسيمفونية الحرب كانت توجد 220 طائرة اشتركت في الضربة الجوية لتدمير الأهداف الإسرائيلية في عمق سيناء وكانت قبل ست سنوات وبعد هزيمة يونيو 67 كانت صفر إزاي في خلال الست سنوات دولة تم تدريب هؤلاء الطيارين وتخ... وتخرجهم دورات دورة تلو الأخرى بالإضافة إلى استكمال هذه الطائرات وإزاي هم كان لهم تدريب مميز جدا لأن أثناء الضربة الجوية كانوا يطيرون على ارتفاع منخفض مش لسبب واحد وهو تفادي الرادارات المعادية ولكن لرفع الروح المعنوية لجنودنا المرابدين على الشاطئ الغربي لقناة السويس منتظرين هذه اللحظة منذ ست سنوات بالإضافة أيضا ان بيثبت براعه الطيار المصري ويرسل رساله لاسرائيل بمدى كفاءه مصور الجو وبالتالي الجند المصري اللي هو واللي كان معجزه هذه الحرب يعني حرب اكتوبر وتدمير خط بارليف يا استاذ اشرف كان يقال عشان ندمر خط بارليف ده اللي هو اقوى من خط سيكفريد الالماني وماجيني الفرنسي عاوز قنبله ذريه مصر كانت تمتلك قنبلة ذرية من نوع خاص وهو الجندي المقاتل البطل الذي عقيدته النصر أو الشهادة وبالتالي الرئيس النهاردة بيوجه التحية لكل من شارك في تنفيذ هذا النصر العظيم ويواجه التحية لكل من فقد حياته أو أصيب في سبيل استرداد الأرض وقال لنا أن مستقبل الأمم وبناء الأمم لا يتحقق الا بالتضحيات وليس بالشعارات والكلام ولكن بيتحقق من خلال العمل من خلال العلم من خلال الجهد وبذل العرق لان احنا في القوات المسلحه هناك شعار يسمى العرق في التدريب يوفر الدم في المعركه وكانت فتره واحنا بنتكلم عن انتصار وعن تحرير بنقول ان قبل هذا التحرير وهذا الانتصار كان هناك تدريب جيد في حرب الاستنزاف اللي استمرت ألف واحد واربعين يوم وكان لها هدف هذا الهدف هو كسر حاله الخوف بين الجندي المصري والجندي الاسرائيلي طب ازاي نكسر؟ بالتدريب نعم لكن ايضا بتنفيذ ما يسمى بالاغارات يعني احنا نعبر قناه السويس ليلا ونصل للشاطئ الشرقي وخط بارليف ويتم بقى قصر جنود اسرائيليين او الاستيلاء على اسلحه ومعدات كان الاول كل لواء بيطلع اثنين اغاره عشان الاول يحمسهم كده بعد شويه الاثنين دول اصبحوا جماعه يعني عشرة ثم فصيله ثم سريه حتى وصلت عمليه الاغاره حتى كتيبه والكتيبه دي بيبقى عدد كبير جدا من الافراد والمعدات اللي هي بتعبر وتقوم بالإغارة وتدمير و... وأسر جنود والاستيلاء على أسلحة ومعدات تبقى. هو ده اللي عشان نكسر حاجز الخوف وأيضا يعني عاوز أنهي في النقطة دي إن كان حرب أكتوبر واللي احنا بنحتفل الآن بذكرى تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي كانت هذه الحرب يعني علامة فارقة وحققت الكثير من النتائج على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي وما زالت تفيض بالأسرار كل عام وما زالت تدرس أيضا في جل الأكاديميات والكليات العسكرية عشان كده جاء في كلمة السيد الرئيس فتاح السيسي استرداد الكرامة العسكريا وسياسيا طبعا احنا في هذه الحرب يعني كان يعني مثلا في القوات الجوية كان يتوقع أن تكون الخسائر نتيجة الضربة الجوية 35% ولكن من خلال التدريب الجيد كانت الخسائر أقل من 5% فعلشان كده العالم كله بيشهد بتلك المعجزة الكبيرة وإزاي أن خط بارليف ده يتم تدميره وفتح ثغرات في الساتر الترابي اللي هو أساسا ارتفاعه 22 متر يعني عماره ارتفاعها سبع طوابق ازاي بوسط خراطيم المياه نعم. ومدافع المياه ودي فكره صغيره من مقدم اللي هو باقي ذكي يوسف ده هذا المقدم العظيم يعني ما كانش سلاح المهندسين العسكريين لكن سلاح المركبات ومع ذلك القياده العامه للقوات المسلحه استمعت للفكره اللي قالها وتم تنفيذها وتطبيقها نعم. واصبح هذا الساتر الترابي بدلا من احتياجه الى قنبله نوويه هو مياه قناه السويس نفسها هي, هي اللي, اللي ازالت هذا الساتر الترابي. اللي اللواء حضرتك بتتكلم دلوقتي وقلت لي انه في خلال ست سنوات قدرت القوات المسلحه المصريه ان هي تعبد ما بين من الهزيمه للنصر واسترجاع قواتها ثاني. انا كده وانا بتكلم مع حضرتك كده تخيلت الست سنين اللي فاتوا اللي احنا مرينا بيهم احنا كمان مش هم كانوا ست سنين برضه. تشابه كبير جدا هناك تشابه أستاذ أشرف فعلا سؤالك مهم جدا أوه. يعني خلال ست سنوات أوه. تم الانتقال من اليأس أوه. والهزيمة إلى الأمل والرجاء والانتصار ودايما أنا بستخدم بدون قطع كلامك أنا آسف بستخدم دايما أن الشعب المصري ومصر ابتدت تعدل الدفة تاني بعد حكم الإخوان الإرهابية طبعا هو في تشابه كبير ما حدث في ثوره 30 يونيو 2013 وما حدث في في حرب اكتوبر المجيده ان فتره حرب اكتوبر كان قبلها فتره اللي هو حرب الاستنزاف وكانت اسرائيل محتليه سيناء الست سنوات دول هنا برضه قبل ثوره 30 يونيو كان يوجد حكم الاخوان الارهابيين مش في مصر بس في المنطقه لكن انا بع... يعني بقول دائما ان جماعه الاخوان ال... ال... ما بنقولش مسلمين لان الاسلام ما بيقولش الاخوان الارهابيين ولا اي ديانه بتحض على القتل وسفك الدماء الاخوان الارهابيين هذا الحكم يعني كان بيتميز بما يسمى يعني هقول ثلاث تعبيرات استراتيجيه كانت فعلا في سنة حكم الإخوان الإرهابيين يتميز جماعة الإخوان الإرهابية اللي هي تعتبر العباءة الأيديولوجية لكل جماعات الإرهاب في المنطقة وفي العالم بالدغمائية والديماغوئية وكان المجتمع يسوده الدستوبيا أنا أسف <applause> يعني اسمح لي أفهم بعد إذنك الثلاث جمل دول إيه شوف يا فندم يا أول سمه كانت تتميز وهي سمه سلبيه تتميز بها جماعه الاخوان الارهابيه نعم. اثناء فتره تواجدها في الحكم الدغمائيه معناها ايه فضل. التصلب وجمود الفكر صحيح ما يستمعش لاي راي اخر ده صحيح. هو رايه الصواب وهو الحق وعلشان كده كان يريد ان يخون كل مفاصل الدوله م. في هذه الفتره م. وكان دائما ما يطلق الكلام الذي لا قيمة له ولكن له ميزة في عملية إلهاء الجماهير وكسب طمع وكسب الطاعة بتاعتهم هذه الحالة تسمى الديماغوئية أما المجتمع كنا بنشوفه في عملية فوضى فوضى كثيرة جدا واعتصامات واحتجاجات وقتل وحرق في المنشآت الحيوية هذه الحالة عندما المجتمع تسوده الفوضى والقتل والخراب نقول ان هذا المجتمع بيتصف بالديستوبيا او ديستوبيك كيس هي ده كانت في خلال سنه الحكم بتاعه الاخوان جت ثوره 30 يونيو وقضت على ذلك بالضبط زي ما مصر استطاعت خلال سبقت طبعا سبقت الثوره تواجد جماعه الاخوان الارهابيه كما توجد اسرائيل في في سيناء ايضا العرب العرب كانوا مصر مع مصر في حرب اكتوبر المجيده يعني احنا بنتكلم عن الضربه الجويه 220 طائره منهم طائرات جزائريه وطائرات ليبيه من الدول العربيه وبالتالي كانت هناك مسانده بالمال مسانده بالسلاح بل بالقوات وايضا كان الشيخ زايد رحمه الله عليه كان له مقوله ان المال او النفط العربي ليس اغلى من الدم العربي. سهل. ايضا العرب في ثوره 30 يونيو عندنا السعوديه، الامارات، البحرين اكثر الدول العربيه كانت مع مصر في ثوره 30 اما باقي الدول كانت اوريدي ساقطه فما كانش ليها دور كبير غير ان هي كانت منتظره مصر تقوم من تاني فعلا كانت في منطقه منطقه ضبابيه، منطقه تفتيت الدول وتدمير الجيوش، ما يسمى بثورات الربيع العبري أنا بقول عليه الربيع العبري لأن لم تستفد أي دولة من هذه الثورات غير إسرائيل إحنا بنلاقي في سوريا الآن وعندهم انتخابات الحمد لله الشهر القادم في آيار في يوم آه 26 من الشهر القادم هيبقى في انتخابات رئاسية دليل أنهم استطاعوا أن يقضوا على الإرهاب بس بعد إيه الحرب العشر سنوات أصفرت عن مقتل 338 الف شخص قتيل بالاضافه الي تشريد ونزوح نصف سكان سوريا وخسائر في البنيه الاساسيه وبالتالي كانت هذه هي نتيجه ثورة الربيع العربي اللي موجودة في سوريا فاحنا بنقول فعلا تشابهت الظروف ما الست قبل سنين حرب اكتوبر وبين ثورة 30 يونيو 2014 وعشان كده لكم الحق ابناء مصر ان تفرحوا بانفسكم ووطنكم بمعركة البناء والتنمية التي تخوضها اليوم جميعا لا تقل في تحدياتها وقوتها عن المواجهة مواجهات الاباء والاجداد على مدار التاريخ على مدار تاريخ امتنا العظيمة ده مقوله فعلا مقوله فيها اقتراب كبير من ما حدث من يعني 39 سنه او 49 سنه من حرب اكتوبر سنه 73 اللي قام بيها هم شباب شباب مصري من الضباط من الضباط الصف من الجنود الان هم اباء شباب مصري الان هو من يقوم بمعركه اشد من معركة اكتوبر اللي هي معركة ايه يا استاذ اشرف؟ البناء والتنمية والعمران، الشباب الان هم قاطرة التنمية لتنفيذ كل تلك المشروعات الكبيرة، ليس في يعني كل بقاع مصر ولكن في منطقة مهمة جدا وهي سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات تكلفت 650 مليار جنيه لكل سيناء، منها شمال سيناء فقط 312 مشروع تكلف 195 مليار جنيه ان نعلم ان هناك انفاق قناه السويس هناك الطرق والكباري والمستشفيات والمزارع والبيوت البدويه كل ذلك لماذا حتى يمكن خلق فرص عمل للشباب السيناوي حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الارهابيه المتطرفه لان هناك محور رئيس في استراتيجيه القضاء على الارهاب زي مصر استطاعت ان تقوم بتحرير سيناء من الاحتلال الاسرائيلي في عام 73 استطاعت ايضا ان تقوم بتطهير سيناء من الارهابيين في ما يحدث بعد ثوره 30 يونيو 2013 واللي استطاعت قواتنا المسلحه ان تقضي على الكتله الصلبه للارهابيين وتدمر بنيتهم الاساسيه فالشباب هو اللي بيقوم بي زي ما حرر سيناء هو بيطهرها وبيقوم بتنفيذ المشروعات التنمويه العملاقه لان زي ما قلت لسيادتك ان المحور الرئيس في استراتيجيه القضاء على الهراب هي التنميه التنميه في كل المجالات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وعلى راس مناطق التنميه هي سيناء شمالا وجنوبا لان سيناء دي تعتبر هي يعني من متطلبات الامن القومي المصري. تحديات سنه 2021 بتواجهها مصر كثيره. اذا كانت تحديات داخليه او تحديات خارجيه. في المقدمه حضرتك كنت بقول ان احنا بعد 30/6 يد تبني ويد تحمل السلاح عشان امن مصر وبناء مصر ونهضه مصر. نعم. بزود انه لدينا محتاجين ان احنا كمان يبقى عندنا اعين واذان داخل مصر وخارج مصر لكشف الكثير والكثير من التحديات اللي بتواجهها مصر. هو طبعا التحديات اللي مصر بتجابها تحديات كبيره يكفي ان نقول ان مصر بتواجه 12 تحدي داخلي وتسع تحديات خارجيه. من هذه التحديات زي الارهاب وحروب الجيل الرابع وانشاء الكثير من المشروعات علشان تمنع البطالة وتخلق فرص عمل للشباب من خلال قيام المؤسسات الدينية والأحزاب بدورها ومن خلال التوغل إسرائيل في إفريقيا إسرائيل كل السفارات في العالم لها 79 سفارة وقنصلية فقط منهم من التسعة واربعين دولة أربعة وخمسين سفاره وقنصليه في افريقيا يعني زي اكتر من النصف موجوده في افريقيا دليل وبعدين هي بتشوف طبعا مصالحها في افريقيا وبتتوسع فيها احنا مصر الان وبعد رئاستها الاتحاد الافريقي في 2019 استطاعت ان تقوم بتنفيذ يعني مشروعات ومبادرات زي مبادره اسكات البنادق وانشاء المنطقه الحره القاريه الافريقيه كل ما الرغم من ان افريقيا بتتكلم 2830 لغه استطاعت تحت قياده مصر في الاتحاد الافريقي ان هي تقوم بتنفيذ منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه. شوف العدد اللو... العرب لغه واحده ودين واحد 22 دوله ومع ذلك لا توجد منطقه تجاره حره لا يوجد جيش عربي موحد الرئيس نادى به في 2015 في مدينه السلام شرم الشيخ في قمه عربيه، ولن يحل كل التحديات اللي السته بتتكلم عليها استاذ اشرف الا قوه عربيه تحمي ولا تهدد تصون ولا تبدد بتحمي الامن القومي العربي. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره الماضيه كان له استراتيجيه الخطوط الدفاعيه، ونحن بنتكلم عن حرب اكتوبر و خط برليف وتدميره لا كان في خط احمر وضعه الرئيس يوم تنين. 20 يونيو العام الماضي وهو يتفقد قوات المنطقه الغربيه العسكريه وقال ان خط سيرت الجفره خط احمر من ذلك التوقيت لم تستطع اي جماعه ارهابيه او ميليشيا مسلحه او مرتزقه منقولين من سوريا الى ليبيا او قوات تركيه ان تعبر هذا الخط وكانت سببا في الحل السلمي والحل السياسي وتشكيل حكومه وحده وطنيه ومجلس رئاسي. الان برضه هناك خطوط حمراء بيدعها الرئيس لكل من تسول نفسه المساس بالمصالح القوميه والمصالح الاستراتيجيه لمصر. ست اللي هو تقريبا دقيقتين، اخر سؤال بعد اذن حضرتك سريعا. زي ما انا كنت بقول من شويه نحاول نحافظ على ال 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 الامن القومي المصري والامن القومي العربي. والتحديات الخاصه خارجيا وداخليا حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن التحديات الخارجيه حضرتك النهارده سريعا وزير الوزير كامل الوزير وزير النقل في البرلمان هناك دول تخطط لانشاء مواني وسكك حديد موازيه للتاثير على قناه السويس لدينا عاملين في من الاخوان وكل ما ما نيجي نوديهم وزاره اخرى ترفض لان هناك زيهم عناصر مرتبطه بالانشطه المتطرفه لا تريد لسكك الحديد لمصر الامان، تعليق حضرتك سريعا. هو طبعا وزاره النقل بتقوم بدور كبير جدا وتطوير كبير جدا لكن هناك من يقوم بالاعاقه اعاقه التنميه والتطوير وخاصه بعض الكوادر الاخوانيه ما زالت موجوده حتى انه تم ذكر ان نائب رئيس هيئه السكك الحديديه اخواني. والامن الوطني خاطب وزاره النقل ان عندكم ناس اخواني اخوانيين بما فيهم 285 فرد مصنف اخوان وكانوا في رابعه ومع ذلك موجودين وبالتالي هم من يقومون بعمليه عمليه الاعاقه اما خطوط بديله لقناه السويس اعتقد انه عندما جنحت السفينه البنميه ايفر جيفن في قناه السويس العالم كله وقف وكان منتظر ثلاث شهور يتم تعويم تلك السفينه. خلال خمس ايام فقط تم تعويمها وعرفت ان ان هذا كان واقف 300 سفينه لم تذهب الى اي مسار بديل او تاخذ راس الرجاء الصالح انتظرت خلال الخمس ايام وخلال يومين تم مرورها من هذا وبالتالي قناه السويس لا يوجد بديل لها لانها طريق قصير امن زائد تكلفه اقل. التحديات هتفضل مستمره لجمهوريه مصر العربيه العمل طبعا التحديات مستمره لكن بالعمل وبالجد وبالاجتهاد وتواجد على راس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل الجهد ليلا ونهارا لصالح الحفاظ على الوطن والمواطنين وتحقيق الامن القومي اعتقد ان مصر في امن وامان ان شاء الله اخيرا الا تتفق معي بعد اذن حضرتك ان احنا علينا دور يا مصريين ان احنا عنينا واذننا لازم تكون ايضا في اتجاه ان احنا نحافظ على بلدنا زي ما الجيش والشرطه بيحافظوا على بلدنا طبعا هو يعني المحا... يعني عمليه مواجهه التحديات ليس يعني كفيله بها جهه واحده زي القوات المسلحه او الشرطه ولكن كل الشعب له دور كبير في عمليه الخروج الى الامل وعندما ول... يكون هناك امل يكون هناك امن وهناك استقرار سيد اللواء محمد الشهاوي مستشار كليه القادة والاركان شكرا لحضرتك يا فندم نورتنا وشرفنا قريبا جدا باذن الله شكرا يا فندم ده كان يومنا النهارده ارجوكم ما تنسوش احنا عندنا وباء والوباء بيزيد فحضراتكم لو سمحتوا الاعداد عماله تزيد والوفيات ايضا بتزيد وخصوصا ان احنا شايفين العالم كله في مشكله وباء فيروس كورونا الرئيس فخامه السيد الرئيس عبد السيسي والدكتور مصطفى مدبولي اخدوا تطعيم اللقاح ارجوكم احنا لازم بعد كده نبتدي نركز على موضوع اللقاح زي كل العالم تصبحوا